سلوى، فلنفترض انه هالفيلا اللي نحن فيها مثل قلبك، كم حدا سكن بقلبك؟ لا كثير، يعني كم حدا يعني عدنا قصر ولا بنطلع بعد دور 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 ثالث؟ لا زيد ثلاث اربع ادوار ده ما يكفيش. لا اكيد سكن في قلبي ناس كثير، وما زال بيسكن في قلبي ناس، طول ما البني ادم عايش بيسكن في قلبه ناس كتير. يعني في ناس بيقعدوا بالدور التحتي، في ناس بياخدوا اكيد آه. وفي ناس بيكملوا، في ناس بياخدوا المطبخ، يعني على على حسب على حسب على حسب اخلاقهم. اه ودلوقتي في حد ساكن بالفيلا قلبك؟ يا ما انتي فيلا قلبك يعني يعني فيلا قلبك يعني في حد بتحبيه، في حد ساكن جوه قلبك، في يعني كقصة علاقة؟ لا حسيتك بتكذب. لا انا ما بكذبش. ما في ما فيش دلوقتي. ليه الناس عندهم فكره عن سلوى خطاب وكانها ست ب 100 راجل؟ والله مش عارفه جايبين معلومات وعلى فكره مش صحيح؟ لا مش حاجات مش صحيح يعني. يعني طبعا ما اعرفش، ما مش عندي انطباعي عن نفسي، يعني انا ما بتعاملش مع نفسي عشان اعرف انا ب 100 راجل ولا، لكن لو ده احساسهم برضو يبقى احساس كويس، يعني يتاخد بمعنى كويس بالنسبه لهم، بالنسبه للمصريين بالمعنى الايجابي. صح، فكويس. بس يعني 100 راجل ده كتير قوي. انت كيف بتحسي بينك وبين نفسك؟ تحسي انك ست ب 100 راجل؟ مسؤوليات، التزامات؟ لا ومش لازم، يعني مش لازم الست عشان تقوم بمسؤولياتها والتزاماتها وازاي تعرف تكيف حياتها وتسير حياتها، انها لازم تبقى ب 100 راجل يعني، ومالهم الستات يعني. هي الست وحده كافيه الكل لحالها. لا وحتى لما في اي علاقه، حتى العلاقه الزوجيه اي علاقه، الست هي اللي بتقود العلاقات الاجتماعيه مش الراجل. يعني هي اللي تبني البيت، وهي اللي مش عارف مسؤوله عن البيت، وهي اللي مسؤوله عن البتاع، فهي هنا او هنا مسؤوله يعني. ما هو كلمه راجل دي برضو مش حاجه سهله. هنحكي عن الراجل كتير، بس انا بدي اكتر هنحكي يا سلوى، بس هنحكي اكتر عن الست والانثى اللي فيكي. انت شخصيه عصبيه، شخصيه ما بعرف متسرعه، شخصيه متسلطه، شخصيه حنونه، متردده، كيف توصفي حالك؟ انا كل دول. كل دول 100 ست، ست ب 100 ست. احب اكون ست ب 100 ست. ست ب 100 ست. الست ب 100 ست دي تساوي كتير قوي. طبعا، يعني لما تبقى ست ب 100 ست، يعني ست الستات كده، دي تساوي كتير. سلوى قولك نحن كل الستات كده عندنا اكتر من شخصيه بشخصيتنا؟ اكيد، وده مش وحش، ده يعني بيميزنا يعني. بس امتى تطلع الشخصيه في الوقت المناسب؟ ما انت ساعات بتبقي محتاجه الشخصيه العصبيه، ساعات بتبقي محتاجه الشخصيه المتسلطه في حاجات عشان تقدري تسيري حاجات تانية. مش معنى ذلك انك يعني وحشه او شريره، هو البني ادم مجموعه الحاجات دي كلها. ايه الصفه المسيطره عليك اكتر؟ الشخصيه اللي بتظهر كل الوقت؟ النمكيه. ال النمكيه، انت عارفه النمكيه؟ لا اشو. الو الو، في نستعين بصديق دوبي بوليس اللي هتعرفتني. استني بس اما اشرح. اسمعي اسمعي سلوى، دي زي تمحور. لا زي تمحور كده بس. انت بترديها لي؟ لا اصل دي كلمه مصريه، كلمه مصريه. ايوه برافو عليكي، فهمتي؟ انا حللتها. فيمكن ده اكتر حاجه احب كل حاجه الى حد ما على قد ما اقدر، يعني ان تبقى مظبوطه. مش بفهم يعني ايه الناس تتغاضى على ان الحاجه تبقى مش مظبوطه، مش بفهمها دي. بس لانك انت شخص منظم يعني، مش عايزه انا ابقى كده يعني. ساعات بحس انه مش لازم ابقى كده يعني. ممكن ابقى حاجه تانية، ممكن ابقى بوهميه شويه، مجنونه. لا الا بقى في حكايه الترتيب والنظافه والجو ده. ما وهدومك تبقى مترتبه في مكانها يعني الى حد يعني. كبير طبعا. الى حد كبير. الله يعين المعكي بالبيت يعني. بس هم بيحبوني. طبعا يعني بعد شويه بيتعودوا وبيحبوني. على كل حال المتنظمه هالامور بتتنظم افكارك. أيوة حتى سلوى. أيوة. بنفس لا الوقت لا هم يعني انا مش بغير ناس كتير، لكن تقريبا برضو
تحكم الظروف يعني. فهم او متخيلين ان هم مثلا هيجوا يقولوا للفنانه اللي مش فاضيه وتصحى الصبح تشرب عصير البرتقال لا لا ينفع لا ينفع ولاقوا فين الحيطه اتكسرت البدايه اتعمل يعني برضو مش ما احنا بنقول عنا مسرسبه عن نظافه سرسوبه نظافه انت كده شيء مزعج برضو على فكره مش لطيف يعني.